تحيل القراءتين. الله عز وجل في القرآن ياما وياما وياما ما لا يحصى من مرات دعانا إلى التدبر في كتابين لا كتاب واحد، الكتاب المسطور وهو القرآن الكريم، والكتاب المنظور وهو الكون. والنظر في كتاب المسطور يكون بالعلوم الشرعية، والنظر في كتاب المنظور يكون بالعلوم الكونية. ويقول الأستاذ العلوي كلمة مؤثرة ربما مؤلمة حتى، يقول بأن الخطأ كان في تسمية العلوم الأولى فقط علوما شرعية، وقصر مصطلح الشرعية عليها. الشرع وما أراده الله لهذه الأمة من تمكن السيادة والريادة والشهود الحضاري، وأن تكون خير أمة أخرجت للناس، وأن تكون شاهدة على الناس، وأن تكون سيدة الناس، وأن تكون الشامة بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يكونوا كالشامة بين الناس. ولكن لما قصرنا الأمر على العلوم الأولى في البداية كانت واحد دفعة حضارية ضخمة وأعطت المسلمين الاتجاه في البعدين، من بعد بدأ شيئا فشيئا مع جمود العقل، مع التجزئية، مع العجز عن الشمولية، مع ضمور الشخصية المسلمة تنكمش على العلوم الشرعية. وجاءنا وقت أصبح المسلم فيه يتحرج من تعلم علوم غير العلوم الشرعية، وصار كلامه حق يراد به باطل، وهو أن العلوم الشرعية علوم شريفة وطبقت تطبيق الأعوج، وأن لأن علوم شريفة ما غير تتعلم لوحدها. وما جاء عصر الانحطاط حتى أصبح المسلمون عندهم جدل وطول باء في علوم الشريعة والفروع، علم أنضج حتى احترق كما قال السيوطي، وعلم أنضج لم يحترق، ودخلنا في شي تفاصيل جزئيات وانهرنا. ونعطيكم بعض المؤشرات. أواخر سقوط الدولة المرابطية اللي كانت فرصة تاريخية لتأبيد واحد النموذج إسلامي قوي عسكريا وحضاريا. المرابطون آنذاك تحديات الانفتاح وبناء إمبراطورية من واحد سيوة إلى نهر السنغال إلى جنوب فرنسا تثير لهم إشكالات تنظيمية واقتصادية وسياسية، وهذا والولاة في عهد السلطان الضعيف، وخا كان صالح كان ضعيف، علي بن يوسف التشافين يظلمون الناس، والخمر قد شاعت حتى في داخل مدينة مراكش. الفقهاء الذين أكل إليهم سير الدولة وسلموا مفاتيحها بكل ثقة من ولي الله يوسف بن التشفين وولد علي بن يوسف التشفين داخلين في نقاش في جزئيات فقهية وفروعيات فقهية وجدل ومنطقي، وجالسين في مسجد الكتبية على النقاشات الخاوية حتى وصل النقاش فيه إذا قلت لا إله إلا الله ففي اللحظة اللي كتنطق لا إله هل تدمر الإنكار أم الاستصحاب، وهل هذا يناقض منطق اللغة ومنطق المنطق أو لا، ثم عندما تقول إلا هل تستدرك تأسيسا أم تستدرك تباعا أم تستدرك استحابا. ونادي اللي يقول من قال لا إله إلا الله وأدمر الإنكار في هذه اللحظة فقد كفر، ومن قال من لم يدير فقد ناقض. ودخلنا في النملة من كتبول وخلينا الحضارة، وهذا شيء تاريخ ديالنا. وديك الساعة ما كانوا لا الأمريكان لا الإسرائيليين، ما كانت فرنسا، ما كان ميتيران، ما كان برنامج ميدا، ما كانت فرنسا، ما كان، كنا غاب وحدينا. ولكن العقل ديالنا انطفأ فجأة، دخلنا في جدل لا معنى له، هلكنا فعلا. رئيس المجلس العلمي لمدينة الدار البيضاء عمل الدكتوراه السكتال ديالو في تحقيق كتاب ديالو الرعد المريع في علم البديع وكاتب البلاغة، ولكن سميته ابن البناء العددي كماتيماتيسيان، والعائلة ديالو كلهم سميتو آل العددي وكانوا ديجيني في المات. ابن البناء لما كتب كتابه في الأعداد والحساب قد الكتاب قد المقدمة الشرعية في التأصيل الشرعي لعلم الأعداد، ولاش أخويا علم شريف بنفسه مستقل قائم نحتاج إليه، وكتف المقدمة. وإنه والله ما شغلني بهذا العلم إلا أنه علم ينفع في الحساب والمواريث والأهلة والمواقيت، إيه وما يصلحش ينضم للسوبر مارشي الطوموبيلات، حيت داكشي ما وصلناش ليهم. إحنا واش معقول هاد الغباء يكون وصلنا ليه؟ تصوروا لما ولينا في عصور الانحطاط اللي بغى يكتب كتاب في التاريخ خاصو يبدا يحلف في المقدمة، وحق الله العظيم ما عصيت الله اتركت علم التفسير وإنما انطلقوا من قوله تعالى قل سيروا الأرض تنظروا وتلك الأيام نداروها بالناس. يعني وصلنا لواحد المستوى من التحرج بحيث نحى في ديننا قراءة الكتاب المنظور وبقى الجدل في الكتاب المسطور. الآن إذا أردنا صناعة حضارة جديدة ينبغي أن يترسخ في وعي أبنائنا أنه بقدر ما يشرف المشتغل بعلم الحديث والتفسير بقدر ما يشرف المشتغل بعلم الطب والفلك، وأن السيارة تتمشي بربعات العجلة تمشي بجوج، وأننا لا نستطيع لأننا نحن مسلمين ولكن في الأرض ماشي مسلمين في السماء، نحن مسلمون في الأرض لأننا مسلمون خصنا نقرأ الشرع في الأرض، خصنا نقرأ العلوم الأرضية، وما لم نستطيع أن ننتج نهضة متوازنة بين هذين. ثم الفادح والفاجع والفاجعة ماشي فقط أننا أدمرنا قراءة الكتاب المنظور وبالتالي قرأنا قراءة سليمة للكتاب المسطور، المصيبة أن هذا الكتاب المسطور لا يتجلى إلا بالكتاب المنظور.
ولهذا دابا شكون اللي فينا كيقفل شويه في الاعجاز العلمي للقران الكريم؟ المجيد الزنداني وزغلول النجار وموريس بيكر، الناس اللي قراوا العلوم. الان اذا اردت ان تؤمن خصك ترجع تقرا الفيزيك والمات والسيونس وعلوم البحار، ولا ما عمرك غتفهم قوله تعالى والبحر المسجور. يمكن تقول اذ البحار سجرت حديث عن يوم القيامه اذ ستشتعل، والبحر المسجور اللي كاين دابا المسجور النعت ديالو حاصل الان دائم. فإذن في العمق نحن اللي ضيعنا قراءة كتاب مسطور، لم نقرأ المنظور، لم نقرأ كتاب مسطور، ولما ما قريناش بقينا كنحفروا عمودين في الجدل العقيم مع نكرروا نفس الكلام. وهذا اللي خلى المفسرين في العوض يتقدموا الإعجاز العلمي بقوا يناقشوا كم عدد ركاب سفينة نوح، قيل 8 وقيل 12، والتمالك هز لي من القفة. زيد سيدي القدام شوف الله قال وما آمن إلا قليل، جا سيد قطب استنتج منها السنة الكونية أن الحق لا يتبعه إلا قلة، ما سوقوكش فيهم شحال هما. ولهذا في نهاية المطاف خسرنا الكتابين، ثم خسرنا أنفسنا، ثم خسرنا الريادة، وأصبحنا مستلحقين، نشحة من الغرب الطائرة والصاروخ، ونشحة من لقمة الخبز. شنو معنى نجيبو من الأمريكا الكمبيوتر ونجيبو منهم القمح؟ يعني حنا موتى، حتى وحدة ما نصلحو لها. حتى الزراعة البدائية التي ظهرت في بلاد الميزوبوطاميا منذ 10,000 سنة، يعني قبل ظهور سيدنا إبراهيم ب 5,000 عام، ما بقيناش نعرفو لها. لا انتهينا إلى شيء، لكن كل شيء هنا وهنا مرتبط بهنا. هنا استقلال فكري وهنا ثقة في الذات، وهذا الشيء يمر عبر مكون اللغة ومكون الذات. ما بغيتش نطول في هذه النقطة.